كيفاش تتفاوض مع ولدك بطريقة تخرج معاه بنتيجة اللي ترضيكم الاثنين؟ في البداية خلينا نقول علاش نتفاوض مع ولدي. واحد ربما يقول علاش نتفاوض، ما نفرض عليه. المشكلة انه كي تفرض عليه تو من بعد باش يكبر ما عادش نجم تفرض عليه. هذه الحكاية الأولى، يمكن يولي لك من بعد يولي لك ثائر متمرد، معناها تفرض عليه تو ومن بعد. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا تفرض عليه وتعود انه تفرض عليه يولي يتعود، يولي أي واحد ينجم يفرض عليه خياراته وأنت ما تحبش ولدك يكون في الوضعية هذه، فعودوا انه يتفاوض. نتفاوض خاطر نشوف فيه غلط، كان شفت في رأيه صحيح كنت نشجع عليه، وهو كيف يشوف في رأيي غلط. إذن هو اختلاف في وجهة النظر. أنا وقت نشوف رأيه غلط شنو ولا وين أين يكمن الخطأ؟ أولا يمكن هو يشوف في حاجة إيجابية وهي في الحقيقة يشوف فيها جوانب إيجابية، لكن الجوانب الإيجابية هذه غير موجودة، وهذا أنا نعرفه من موقع تجربة. إذن الشيء اللي يشوف فيه إيجابي الجانب الإيجابي مش موجود، ولا هو صحيح يشوف الجانب الإيجابي ولكن هناك جوانب سلبية هو لا يراها وأنا نشوف فيه، بالتالي أيضا هذا يخليني نتفاوض معه. وإلا الوضعية الثالثة، أنه صحيح الجوانب الإيجابية تطغى على الجوانب السلبية في هذه الوضعية، ولكن هناك خيارات أخرى جوانبها الإيجابية أكبر بكثير من هذا الخيار وهو مش قاعد يشوف فيها. إذن لب التفاوض هو الآتي، لب التفاوض أنه نعرف السبب الحقيقي، وركز معي في كلمة الحقيقي مش الظاهر، السبب الباطن اللي يخليه يستمسك برأي ويستمسك بخيار. والنقطة الثانية، الجانب الثاني في التفاوض، انه نتمكن من تغيير وجهة نظر وبالتالي يشوف جوانب لم يكن يراها من قبل. اذا هذا هو لب التفاوض. كيفاش نعمله الان؟ الان باش ندخل في خطوات عملية تمكنك من النجاح في التفاوض. اول خطوة قلنا لابد من معرفة السبب الحقيقي. ولا يمكن معرفة السبب الحقيقي الا من خلال الحوار، ولا يمكن ان يكون هناك حوار عميق وحوار مفتوح الا اذا كانت الثقة موجودة. فاول خطوة هي الثقة، ثم الحوار، ثم معرفة السبب الحقيقي. تقول لي الثقة كيفاش نبنيها معاه؟ نقول لك الثقة تتبنى بتكرار اللي باش نتكلم عليه الان. كل ما استعملت اسلوب التفاوض معه كل ما الثقة تزيد. اذا كيفاش نعرف السبب الحقيقي؟ نفرض انه هناك ثقة، نفرض انه قنوات الحوار مفتوحة، بالتالي السؤال نطرح عليه نقول له شنو السبب اللي يخليك تحب تعمل الحاجة الفنية ولا تمشي للحاجة الفنية، تحب تقرأ البر، تحب تغير، ربما تختار مسار معين، ما تحبش، شنو سبب اللي يخليك ما تحبش تعمل الحاجة الفلانية؟ إذا كانت قنوات الحوار مفتوحة بالتالي ويتكلم على الأسباب، يعطيني سبب. بالتالي لهنا تبدأ عملية تغيير وجهة النظر، نوريه الجوانب السلبية الإيجابية اللي مش موجودة، الجوانب السلبية الموجودة، الخيارات الأخرى ما كانش يشوف فيها، وبالتالي نقول له شنو اللي يخليك تختار السبب هذا، شنو اللي يخليك، شنو الايجابيات اللي تشوف فيهم في الخيار هذا. وتقول له واذا، شوف سؤال نظري افتراضي، واذا مشينا في الثنيه هذه ما لقيناش الايجابيات هذه، خليفك قل له به شنو اللي يخليك متاكد انه الايجابيات اللي قلتها موجوده، به قل له شنو اللي، شنو سلبيات هذا الخيار، شنو الاكبر، الايجابيات او السلبيات، ثم قل له ما هي الخيارات الأخرى المتاحة، ما هي إيجابيات الخيارات الأخرى. إذا نحطهم الخيارات مع بعضها، أي الخيارات أكثر إيجابيات؟ به شد صحيح في رأيه وأنت تقول إنه رأيه 1000% غلط، شو تقول؟ تقول له به تو هذه الثنية اللي اخترت أنت باش تمشي فيها، كيفاش تعرف إنه وقت إذا تبدأ في الثنية هذه وتبدأ ماشي فيها كيفاش تتنبه؟ إذا شنو المؤشرات اللي تستعملهم وشنو الحاجات اللي تشوفهم اللي تخليك إذا بديت في المشوار هذا تكتشف إنه المشوار، تكتشف مبكر إن المشوار هذا مش صحيح. يعطيك المؤشرات، يعطيك الأشياء اللي شافهم الأول يعرف إنه الثنية غلطة ويمكن يرجع بسرعة. تقول له إذا اكتشفنا شنو نجم نعمل، شنو هو البدائل المتاح أمامنا، شنو هو the plan A، شنو هو the plan B. إذا اكتشفنا مبكرا كيفاش نغير المسار. وسؤال مهم نخدم به حواري معه، نقول له أنا كيفاش نجم نعاونك في هذا الكل، كيفاش نجم نتبع معك. بالتالي هنا نربط علاقة شراكة بيني وبين ولدي، ويحس انه الخيار هو خياره وهو مسؤوليته، وهو اللي اختار بعد ما ناقشنا وهذا كان رأيه ويتحمل مسؤوليتي، ولكن انا موجود كشريك حتى نعاونه في اي لحظة. اذا بهذا نصل الى نهاية لقائنا اليوم، لكم مني كل التحية، والتقيكم ان شاء الله في لقاءات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.